حنا اليوم رانا دايرين وقفة احتجاجية سلمية ما فيها حتى حاجة، حنا ما رانا حتى عنف، ما رانا حتى على حاجة، حنا رانا باغيين الدولة تاعنا تستقر، والبلدية راه فيها همجية كبيرة، باغي نطالبوا على حقنا، راه التزوير التفتوا للبصمات، حنا كاع هذ الشبان اللي هو واقفة طالبة السلم، وحنا ما راناش مؤخرين على البلدية غيرها يكون حقنا كاين. حنا عينا نصوتوا نلقوا توجور يدونا حقنا. رانا نحوسوا يا ودي على السلم وعلى حقنا، راه رايح حنا بالله وبالحق يا ودي، توقف معنا العدالة، دير معنا الواجب نتاعنا، إلا قال لهم يا ودي يديروا معنا اللي داره الشرع، اللي داره الشرع، حنا بالله وبالحق يا ودي، حنا مانا جايين نخسروا ولا جايين نحقروا، رانا نلغوا يا ودي حنا بالله وبالحق على حقنا. رانا نبلغوا السلطات والبلدية تاعنا ما نبغوش عليها، وما نحرقوا بناوات من دروح تحية، احنا رانا في السلم التام وما نبغوش على بعضنا. شباب راه شويه غايضه هذا التزوير وغايضه هذا الحقره والاخر، ولكن ان شاء الله على ربي راه ما تبقى حتى حاجه، بفضلكم انتم السلطات، بفضلكم.